انتبه للصف الاول الثانوي، اوعى تنسى وخليك فاكر. ايه الاختلاف بين الافعال كاد واخواتها وكان واخواتها؟ الفرق بين كاد واخواتها وكان واخواتها فرق هام. ان كان واخواتها خبرها اما ان يكون مفرد او جملة او شبه جملة، مثاله ليس التواضع ضعفا، امست البنت تذاكر، كنت في المدرسة. اما كاد واخواتها خبرها لا يأتي الا جملة فعلية، فعلها مضارع فقط، فلا يصلح ان يكون مفرد او جملة اسمية او شبه جملة او حتى جملة فعلية فعلها ماضي او فعلها امر. يبقى زي ما احنا شايفين كاد واخواتها مباشرة اسمها، مباشرة خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. كاد القطار يخرج عن الطريق، كاد القطار اسمها، يخرج خبرها في جملة فعلية، خبرها طبعا يخرج هو، خبرها جملة فعلية وفعله مضارع.